السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم حسين الشريفي، ورجع لكم بفيديو جديد عن شائعات ايفون 13 اللي اصبحت اكثر تأكيد قبل اطلاق. حسب تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبر انه هواتف اجهزة ايفون الرائدة لعام 2021 ايفون 13 من شركة ابل راح يجي بنفس الاحجام مثل نماذج العام الماضي، ولكن راح يجي نتوء الشاشة اصغر حجم، وهذا يعكس التوقعات السابقة لمحلل مينغ تشي كو. وحسب وكالة بلومبرج انه هواتف هذا العام راح تجي ترقية مكررة لسلسلة ايفون 12 وتتضمن تحسينات تدريجية على المعالجات والكاميرات والشاشات، وراح يعلن عنها بشهر سبتمبر حسب التسريبات. وذكرت بلومبرج انه واحد على الاقل من الاجهزة الاربعة الجديدة يتضمن شاشة LTPO، وهي تقنية استخدمتها ابل سابقا مع ساعتها الذكية لضبط معدلات تحديث الشاشة ديناميكيا حتى تحافظ على البطارية. ويتماشى هذا مع تنبؤ سابق من مينغ تشي كو اللي قال انه جهاز ايفون برو لهذا العام راح يشمل شاشات LTPO ومعدلات تحديث 120 هرتز. ويتضمن التقرير ايضا انه من الممكن امكانية رؤية ايفون 13 مزود بمستشعر بصمات الاصابع المدمج اسفل الشاشة لهذا العام. وبالرغم من انه بلومبرج تقول انه شركة ابل اختبرت التكنولوجيا، الا انه تقول من غير المرجح ان تظهر بعام 2021. وبالعودة الى عام 2019، اتوقع كو انه تكون نماذج ايفون 13 من ابل هي الاولى اللي تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة. وقال كو أنه بشهر مارس من غير المرجح أيضا أنه تشمل الهواتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بأزرار الطاقة الخاص به. وهذه أيضا شائعات آيفون 13 اللي أصبحت أكثر تأكيد. حسب ما ورد أنه تشمل ترقيات الكاميرا تكبير بصري محسن لتسجيل الفيديو، وذلك وفق لتقرير وكالة بلومبرج الأخير. وقال كو سابقا انه الكاميرات فائقة الاتساع بنموذج ايفون برو يعني من الممكن تتلقى ايضا دفعة هذا العام، وتوجد ايضا منطقة واحدة ما تطرق لها تقرير بلومبرج هي الشحن. وكانت شائعات تقول بانه ابل قد تطلق ايفون 13 من دون منافذ وتعتمد على ماج سيف بدل من منفذ لايتنينج للطاقة. وقال كو انه مؤخرا انه ابل ما تعتقد انه نظام ماج سيف البيئي ناضج بما يكفي حتى يكون بمثابة الطريقة الوحيدة لشحن الآيفون، مما يشير إلى أنه منفذ لايتنينج موجود حتى يبقى بالوقت الحالي. ويقال أنه شركة أبل تستعد لدورة مبيعات كبيرة من آيفون 13، وتقول بلومبرج أنه طلبت ما يوصل إلى 90 مليون وحدة لفترة الإطلاق الأولية اللي تمتد حتى نهاية عام 2021، ويمثل هذا ارتفاع من الطلب المعتاد البالغ 75 مليون اللي شفناه بالسنوات الأخيرة. ومن الملاحظ أن الشركة تعتمد على زيادة الطلب الناجم على قيام المزيد من الأشخاص بالترقية إلى أجهزة 5G، ولكن من المحتمل أنه أيضا تستفيد من العقوبات المفروضة على منافسيها اللي شركة هواوي اللي اضطرت مؤخرا لتأخير إطلاق أحدث هواتفها الرائدة، بالإضافة إلى أنه غير المحتمل أن يتأثر إنتاج آيفون 13 الجديد بنقص الرقاقات العالمي، وهذا لأنه حجم أبل يجعلها واحدة من أكبر وأهم عملاء TSMC لتصنيع الرقاقات. وهذا كل شيء بالمقطع. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك. نلقاكم بفيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.